السلام عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الظواهر اللغوية مكون الإملاء. هذه الحصة تندرج في الأسبوع الأول من الوحدة الثانية، مجال الحياة الثقافية والفنية، المرجع الجديد في اللغة العربية للمستوى الرابع. إذا نبدأ على بركة الله. أستكشف. سألت الأستاذة التلاميذ والتلميذات عن مغربيات ساهمن في بناء الثقافة المغربية. سكت الجميع لحظة، فأجابت البنت الصغيرة: من أبرز المغربيات قديما فاطمة الفهرية مؤسسة جامع القرويين، ومن أبرزهن حديثا رجاء الشرقاوي الرائدة في الفيزياء. أقرأ النص وأملأ الجدول. إذن كلمات بها تاء مبسوطة، إذا المثل لدينا سألت التلميذات مغربيات، سكت. كلمات بها تاء مبسوطة، سألت التلميذات مغربيات، سكت. كلمات بها تاء مربوطة، الأستاذة. الثقافة المغربية. لحظة، أصنف الكلمات التي بها تاء مبسوطة. إذن إلى أفعال بها تاء مبسوطة وأسماء بها تاء مبسوطة. إذن الأفعال لدينا سألت، الأفعال التي بها تاء مبسوطة، سكت، أجابت، إذن هذه الكلمات الأفعال التي بها تاء مبسوطة، أسماء بها تاء مبسوطة، إذن هناك كلمات عديدة بها تاء مبسوطة، إذن التلميذات مغربيات، البنت. إذن التلميذات مغربيات، البنت. ما نوع الكلمات التي كتبت تاؤها مبسوطة؟ أفعال. نوع الكلمات هي عبارة عن أفعال وأسماء، أفعال وأسماء. كيف هي الأسماء التي كتبت تاؤها مبسوطة؟ إذن الكلمات التي كتبت تاؤها مبسوطة، الأسماء عفوا، جمع مؤنث سالم واسم مفرد وسطه ساكن. إذن أستنتج، تكتب التاء مبسوطة في جميع الأفعال، لا لهت، فات، يفوت، سكت، يسكت. الاسم مفرد ساكن الوسط وجمعه بيت، بيوت، صوت، أصوات. جمع الاسم المنتهي بتاء مربوطة، تلميذة، تلميذات، كرة، كرة. وعموما فإن التاء تكتب مبسوطة إذا لم أستطع نطقها هاء وساكنة عند الوقف عليها. إذن أطبق، أبين سبب كتابة التاء مربوطة أو مبسوطة بالكلمة الآتية: مدرسة، صمت، 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 فتيات، تنبت، صبورة، بيت، مباراة، مباريات. إذن مدرسة يصح الوقوف عليها، صمت اسم مفرد وسطه ساكن، صمت لأنه فعل، صمت أيضا لأنه فعل، فتيات لأنه جمع مؤنث سالم،
تنبت لأنه فيه صبورات، لأنه جمع مؤنث سالم. بيت اسم مفرد وسطه ساكن. مباراة يصح الوقوف عليها، مباريات جمع مؤنث سالم. إذا أعيد، مدرسة يصح الوقوف عليها، صمت اسم مفرد وسطه ساكن، صمت لأنه فعل، صمت لأنه فعل، فتيات لأنه جمع مؤنث سالم، تنبت لأنه فعل، سبورة لأنه جمع مؤنث سالم، بيت اسم مفرد وسطه ساكن، مباراة يصح الوقوف عليها، مباريات جمع مؤنث سالم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.